أثناء ما أنت بتتعلم بيبقى في مرحلة اكتساب معلومات، وفي مرحلة نقلة من مستوى إلى مستوى، ودي بتفرق جدا 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 أثناء ما أنت بتتعلم. لو عرفت تفرق ما بين اكتساب المعلومات وما بين إن أنا أتنقل من مستوى إلى مستوى آخر. يعني إيه بمعنى آخر؟ يعني إيه؟ يعني مثلا انت في الكورس مثلا خلاص، مثلا اخذت مثلا الماي اس كيو، مثلا اخذت الملفات الفايلز، خلاص ده نقله، بتتعلم حاجه جديده مهمه، تعلمت بقى منها السي اس بي فايلز والفايلز العاديه ومش عارف ايه، ده كله بتسبب معلومات. تمام، لما تتنقل مثلا للاكس ام ال مثلا، او تتنقل للجيسون، تتنقل النقلات دي بالنسبه لك خطوات مهمه. انا اتنقلت مثلا الماي اس كيو دي نقله، مش اكتساب معلومه، هي في الاخر كلهم تحت اكتساب معلومه، بس انا اقصد انت ماشي اثناء السير بتاعك في الكورس، في فرق ما بين ان انا تاخد معلومه عاديه، لا انت هنا مش تاخد معلومه عاديه او بتزود معلوماتك، لا انت هنا في نقله معينه لو ما عرفتش تتنقلها، وعرفت تنزل ماي سيكوال وتعمل الكونكشن ما بينهم وتعمل مش عارف ايه، انت في جزئيه كبيره بالمعلومات اللي هتكتسبها فيها كلها واقعه. فاهمني؟ ف جوه بقى انت وشغال جوه الماي سيكول، تتعلم جمله معينه، تتعلم شكل معين، ماشي، انت خلاص عملت ايه؟ تكتسب معلومات اكتر، تكتسب معلومات اكتر، لكن خلاص انت عارف تتعامل مع الموضوع بشكل عام، هو ده انا بتكلم فيه. ف اخدت كده مثلا، اخدت ازاي تتعامل مع ريست فول اي بي اي، انت بتتعامل مع ريست فول اي بي اي دي طفره، دي نقله انك انت تتعلم حاجه جديده بشكل جديد. تمام، لازم تعرفه وتجربه. جوه بقى بتتعرف على انواع وانواع ميثودز ومش عارف ايه، ماشي اوكي، بس الاول انت عرفت توصل للمستوى ده، فهمت الفكره؟ فانت مع كل نقله انت لازم تكون ماشي على الخط. اكتساب المعلومات التفصيليه ما بيقلقنيش، انا واحد من الناس ما بيقلقنيش، وبقول للطالب ما يقلقكش، لكن انك انت تكون مش معايا على الخط، هي دي بقى الايه المشكله، انت ما اخدتش النقله الجديده. ولذلك دايما في اثناء الكورس ده اقول لكم احنا بنتعرف على حاجات كتير، خدوا بالكم احنا هنا هناخد موضوع جديد، يعني انا هاخد موضوع جديد، فتبقى الناس يعني واخده بالها منه. يعني انا شفتكم في احنا كنا المفترض طبقا للخطه ان احنا ناخد المحاضرتين او الثلاث محاضرات الاخرانيين بناخدهم على موضوع ادفانسد، فكان المفترض ان احنا في اول الكورس مختارين حاجه اسمها بايس فار. بعد كده في مجموعه منكم قالت احنا ممكن احنا اللي ننشئ الباك اند والريست فول اي بي اي، وقلت لكم خدوا وراء بعض وبتاع، لقيت الاغلب الناس عايزه تاخد الريست فول اي بي اي. فان شاء الله هنقدم لها مقدمه لان هي فيها معلومات مهمه لازم تكون عارفينها. ده موضوع بقى جديد لازم الانسان يبقى مستوعبه وفاهم الافكار بتاعته قدر الامكان، لانك انت تترسخ جواك المعلومات دي بعد فتره. لكن المهم تلقط الفكره في نفسها. احنا المره دي عشان نعمل ريست فور اي بي اي، نعمل كلام من الموضوع، احنا اللي هنعمل، مش هنستخدم كل المرات اللي احنا اخدناها سواء كانت مع الفاير بيس، كنا بنستخدم الريست فور اي بي اي اللي عملها لي الفاير بيس. لما كنا مع الماكارو كان برضه كنا بنستخدم الاي بي اي اللي هو بيعملها لنا. لما كنا مع الاورينت داتا بيس فكنا بنستخدم الاي بي اي اللي هو عاملها لنا. هو بيسيرف بيقدم لك خدمه ان يبقى في اي بي اي بتوصل من خلالها للبيانات بتاعته. تمام، دي حاجه مهمه جدا. انت بقى المره دي في مستوى مختلف تماما، انت عاوز انت اللي ايه تعمل الاي بي اي. عشان انت اللي تعمل الاي بي اي في حاجات مهمه جدا انت لازم تعرفها، لازم نفرق ما بين حاجات اساسيه جدا عشان نقدر نبدا ده، عشان نقدر نبدا نعمل ده. تمام، فنقول بسم الله جاهزين ولا ايه؟